بأياد مصرية خالصة وصل المشهد إلى مراحله النهائية من تركيب الإنارة والرصف والدهان. إنها أنفاق بورسعيد الذي بدأ العمل فيها منذ 3 أعوام لحفر نفقين بطول 4 كيلومترات بطبيعة الأرض الطينية التي كانت أكثر صعوبة في إنزال ماكينة الحفر بعكس نفقي الإسماعيلية. المراحل الأولى للمشروع هنا كانت المكنة جت أجزاء صغيرة. المكنة دي القطر بتاعها 13 متر، الطول بتاعها 88 متر، المكنة 3 أدوار. ابتدينا إن احنا نجمعها لأجزاء تقدر تنزل من خلال البيارات اللي موجودة في الشفط في الشرق. بعد ما جمعناها أجزاء تقدر تنزل في البيارات في الشرق نزلناها تحت وكملنا التجميع، وبعد كده بدأ شغل الحفر في النفق بتاعنا هنا. احنا دلوقتي في مرحلة تركيب الكشافات وتركيب الأعمال الـ MEB اللي هي الميكانيكال الكتروميكانيكال الموجوده في النفق، زائد عندنا دلوقتي مراحل زي ما انتم شايفين هنا، عندنا الفينش الاخير او النقاشه الاخيره هنا، زائد ان احنا كنا لسه يعني خلاص في المراحل الاخيره برضو بالنسبه لتركيب السيفتي بارير، وفي المراحل الاخيره داخلين بالاسفلت ان شاء الله. احنا بنشتغل كل يوم في شيفتين على مدار ال 24 ساعه، كل شيفت في يوم 12 ساعه، وفي اعمال طبعا بتتطلب ان احنا ممكن نقعد 3 أو 4 ساعات كمان عشان نخلص المشروع في اسرع وقت. 12 ساعة يوميا يقضيها محمد عبد العزيز في العمل داخل ممر الهروب أو النفق العرضي. الشاب ذو 23 عاما يقوم بعمليات العزل داخل أكثر المناطق صعوبة وخطرا، إلا أن عمله في مشروع قومي كهذا دفعه إلى بذل الكثير من الجهد حتى لو تحت ظروف عمل قاسية وصعبة. احنا هنا بنشتغل في النفق العرضي، ده أصعب شغلنا موجودة في النفق، نشتغل 12 ساعة في درجات حرارة قليلة جدا عشان خاطر التربة، طبعا بنجمد التربة عشان خاطر نعرف نشتغل في المكان ده عشان التربة متقعش علينا. احنا هنا بنعمل عزل للتربة وللجدار عشان خاطر نحفظ درجة الحرارة بحيث ان ميبقاش عندنا اي مشكلة. تمام، النفق العرض ده وظيفته عشان خاطر الطوارئ، بحيث ان لو في اي حاجة في النفق ده يكون نفق عرضي للطوارئ، سيارات اسعاف، مطافي، الكلام ده كله. ده طبعا مشروع قومي وشرف لينا طبعا كمصريين ان ده اول نفق يتعمل بايادي مصريه 100%. طبعا اشهر قليله تفصلنا عن افتتاح الانفاق، فانشاؤها اسفل قناه السويس بشمال الاسماعيليه وجنوب بورسعيد خطوه هامه نحو تكوين شن حياه جديده لتسهير حركه النقل والتجاره من والى سيناء. احمد فرج، الحياه اليوم.